ادعى بعض طلاب العلم أن هناك حديثا في مسند الإمام أحمد فيه التصريح وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، فما هو مدى صحة هذا الكلام؟ هذا وهم وسوء فهم. الحديث الذي يشير إليه السائل هو في مسند الإمام أحمد بعبارة لا تعني الوضع بعد الركوع، لأنه بعد أن ذكر ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح الصلاة والقراءة والركوع ذكر جملة عطفها على ما قبلها، قال ورأيته، بعد أن ذكر القراءة والركوع قال ورأيته يضع اليمنى على اليسرى. فهذه جملة معطوفة على الجملة الأولى. لو كان الحديث ثم وضع، أي بعد أن رفع رأسه من الركوع ثم وضع اليمنى على اليسرى، لكان حجة صريحة في ذلك. ما إمكان إدخال إلا خفية، وكثير من الأحاديث لها علل خفية لا يتنبه لها إلا أفراد من المحدثين القدامى، وقد نعرض لهذا. لو كان الحديث ثم وضع اليمنى على اليسرى لكان هناك مجال كبير للاستدلال به على الوضع في القيام الثاني، لكن الحديث لم يرد كذلك في مسند أحمد، وإنما جاء ورأيته وضع اليمنى أو يضع اليمنى على اليسرى. هذا من باب عطف الجملة على الجملة، هذه أول شيء. ثانيا، معلوم لدى أهل المعرفة باللغة العربية وأساليبها وآدابها أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما ولم هو صادق حينما يقول رأيته يضع اليمنى على اليسرى، لكنه لم يحدد المكان، لم يقل أولا ثم، ولم يقل ابتداء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام الثاني أو بعد الركوع أو نحو ذلك. أما ما أشرت إليه آنفا بأنه لو كانت العبارة صريحة في الوضع بعد الركوع لجاء الإعلال بالشذوذ، لأن هذا الحديث فيما أذكره هو من رواية وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر جاء من طرق عنه أشهرها طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، لم يذكر فيه وفي غيره من الطرق المذكورة في مسند أحمد وغيره إلا في القيام الأول. فإذا جاء مثل هذا الحديث وأراد أحد أن يثبت به الوضع بعد الركوع، وهذا كما قلنا من أهل العربية غير سليم، لكن على افتراض أنه من حيث الأسلوب العربي يفيد الوضع بعد الركوع، لقلنا إذا صار هنا وضعان، الوضع في القيام الأول والوضع في القيام الثاني. فأين الوضع في القيام الأول؟ لم يذكر هذا الراوي، إنما ذكر الوضع في القيام الثاني. هذا شذوذ مخالف لأحاديث وائل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وطرق أخرى مذكورة في مسند الإمام أحمد. وهذا في الواقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا رجل عمري.
الله. تفضل يا أستاذ. تفضل هنا. مكانك ينتظرك. هنا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أنا أعتذر وأتفضل. لأنه مدعو عند الناس وأعد العشاء بمناسبة في مجموعة من الناس. فلما جاءنا هذا الطلب قلت ألبي طلب شيخي وشيخة أيضا. وسلم عليكم ثم نعود. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. جماعة بارك الله فيكم. قول له شهر بعيد. لكن هذا بارك الله فيكم. شهر بعيد. الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. حياك الله. الله يحفظكم ويبارك. سلسل هذا البريد هنا قلت والشيء بالشيء يذكر. يشبه هذا الحديث في مسند أحمد أيضا ومن حديث وائل بن حجر أيضا فيه